التحضير للموسم. اول حاجه كنبداو باننا بغينا نحضروا الموسم، ضروري لنا مجموعه ديال الاشياء خاصها توفر. اول حاجه كتوفر خصنا توفر عندنا هي تصميم المحرك، وهذا التصميم ديال المحرك كيطلب التدخل ديال مجموعه ديال الاطراف، من ضمنها انه خاصها توفر شروط السلامه، ثانيا شروط الاغاثه. شروط السلامه كتوفر فيها يا الصحه، المرافق الصحيه، وكذلك شروط الاغاثه اللي هي كتطلب السلامه ديال المواطنين من حيث الولوج للمحرك وكذلك من حيث الخروج من المحرك. يعني شروط الاغاثه خاصها توفر المساحه ديال المحرك، المساحه ديال المحرك اللي خاصها توفر لممارسه ركوب الخيل يعني التبوريضه، وهي في 200 متر في الطول ديال المحرك وفي 100 متر في العرض ديالو. كذلك الا كنا غادي نشتغلوا على ضمان كرامه الانسان والمواطن والمتفرج داخل المحرك، ماذا بنا انها لما لا نكونوا كنتوفروا على مدرجات باش نضمنوا الكرامه ديال المتفرج وكذلك حتى ديال الاطفال ديالنا وجميع الناس اللي باغا تتابع عروض التبوريضه. كذلك بالموازاه خاصها تكون مرافق صحيه اللي هي ولات من الاولويات، خاصها توفر كذلك داخل المحرك. كذلك غادي ندوزوا للاطراف المعنيه اللي هي خاصها تواجد في المحرك، من ضمنها توفر على المياه الكافيه لتزويد السراب وكذلك المواطنين بالماء الصالح للشرب. كذلك خاصنا من طبيب بيطري، إذا كنا فكرنا في الإنسان نوفروا ليه شروط صحية، كذلك هذاك الحصان خاصنا نوفروا ليه كذلك طبيب بيطري للوقوف على المعالجة ديالو في حالة الضرورة. كذلك إذا فكرنا أننا نعرضوا على السربات وغادي يكون السربات معنا في عروض تبوريضة، لمالا أن الناس تفكر في توفير واحد المجموعه ديال الحاجيات للسراب. وعلى هاد الحاجيات راه ماشي راه الخيال او مربي الخيول، راه العام كامل هو كيصير العود ديالو. يعني راه ملي كيجي عندك الموسم ضروري انك خصك تكبر به، وهاد الحوايج ديال الكبرانيه هي في المتعارف ديالنا مع الاجداد. يعني نوفر ليه واحد شويه الماونه، نوفر ليه واحد شويه ديال الاعلاف، ولما لا كتكون بعض المرات حتى بعض الذبائح كنعطوهم خروف ولا خروفه، يعني باش كتكبر به. يعني راه جي عندك ملي كتكبر به وكتجي وكيستقبلوه الناس اللي مضايفينه، راه حتى السيد كيكبر، يعني باش كيحس بانه راه فعلا عنده قيمه وعنده شان وغادي يقدم ما احسن، بل كيجتهد انه يكون في المستوى داخل المحرك. بطبيعة الحال هنا غادي نمشي لواحد النقطة اللي أفاضت الكأس عندي حنا كفريق ديال التنشيط، أنه ضروري من المنشط أنه مجموعة ديال الأمور خاصها توفر فيه. إلا بغي ينشط المحرك خاصو ضروري يعرف الجغرافية ديال المنطقة اللي بغي ينشط فيها، وطبيعة الحال ضروري أنه خاصو يريح مع المقاديم ديال هذيك المنطقة باش كيعرف الطقوس ديالهم العادات ديالهم باش كيوظفوا في التنشيط. كذلك لما لا حتى المشايخ، باش نرجعوا للتاريخ ديال المنطقه ضروري تكون عندي واحد التعريف على تاريخ المنطقه، على الشيوخ ديالها ومنين ورثوها، باش هادشي كنوظفوا المتلقي باش يستافد من المنطقه ديالو، من الاسماء اللي برزات، من ولما حتى لا كانت شي تاريخ قديم موثق على دوك الحركات اللي كانوا حتى هي نوظفها، ولكن تكون موثقه وتكون فعلا عندها المصداقيه ومؤرخه. كذلك هنا غادي نشير واحد الاشاره لواحد الناس اللي هما ما كينتابوش لهم، كاينين جنود خفاء، جنود الخفاء كيتواجدوا سواء داخل المحرك الناس اللي كيأتوا المحرك ولا داخل الخزانه. داخل المحرك راه كنعرفوا بانه مجموعه ديال الاطراف كتوجد المحرك، فهما كيتسموا جنود الخفاء. كذلك بالنسبه للخزانه، جنود الخزانه فيها المربين ديال الخيول، فيها الناس اللي كتسهر على راحه الفارس وراحه الفرس، كذلك فيها واحد الانسان اللي هو ضروري وهو اللي كيعبئ البنادق كنسميوه العمار. العمار باقي دابا انا بهذا المفهوم الدارجي محقور، يعني لما لا انها الناس تفكر
الا كانت كتنظم توفر واحد الجيريات واحد اللباس متميز مكتوبه فيه الاسم ديال العمار ولا حتى سميه الشربه الا كان هذه. الحمد لله دابا كل شيء ولا متوفر في المطبعات، ما كيطلبش شي ماديات كبيره، نوفروه ليه باش هو يدخل بكرامته ودار ليه بلاصه فين تعبئه البارود باش يكون بعدو الخطر على حتى على المواطنين. وهكا غادي نضمنوا الفرجه وغادي نضمنوا حتى سلاسه التنظيم بطبيعه الحال مع تضافر الجهود ديال جميع الشركاء. ملي كنقول الشركاء راه فيهم جميع الوزارات وجميع القطاعات، ونتمنى التوفيق انه يتحقق المطلوب عندنا.